إذن إن لله وإنا إليه راجعون، متابعين جريدة أزواق تي في، أزواق تي في. حالة انتحار عاجل في هذا الأثناء، حضروا الناس ديال رجال الأمن ونادي الوقاية المدنية والسيد القائد اللي حاضرين في عين المكان، ونقل الأموات اللي غادي يتم النقل ديالو دابا حاليا اللي شنق راسو بالكوردة. إن لله وإنا إليه راجعون. إذن كيف ما قلنا، إذن تحية للناس، مشكورين ديال الناس ديال رجال الأمن اللي حاضرين كاملين، على رأسهم رئيس مفوضات الشرطة قسم التعدلة والسيد رئيس المنطقة وكل حاضر هنا في عين المكان، يعني الشرطة العلمية اللي حاضرين في عين المكان هنا. إن لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم، الله يطول عمرك. أهلا، إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله وإنا إليه راجعون. إذن تحية للناس، مشكورين ديال الناس ديال رجال الأمن اللي حاضرين كاملين، على رأسهم رئيس مفوضات الشرطة قسم التعدلة والسيد رئيس المنطقة وكل حاضر هنا في عين المكان، يعني الشرطة العلمية اللي حاضرين في عين المكان هنا. إن لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم، الله يطول عمرك. أهلا، إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله وإنا إليه راجعون. إذن إن لله وإنا إليه راجعون. كيف ما قلنا للمتابعين صفات بسط الخيار،
تم نقل جثة إلى مستودع الأموات. إنا لله وإنا إليه راجعون.